السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم تجربة لعبة جديدة، لعبة كار مينيو فاكتشر أو مصنع صناعة السيارات. خلونا نقول بس قبل أن نبدأ، لا تنسون اللايك والاشتراك يا شباب، نبغى الاشتراكات تصير خطيرة إن شاء الله. اللعبة هذه نزلت اليوم، فأرسل المطور كود قال فايز جرب اللعبة. أنا شفت العرض حق اللعبة إنك تسوي سيارات، بس ما أدري هل بس سيارات كلاسيكية يعني قديمة زي ما تشوفون في الصورة، أو نوصل السيارات الحديثة يعني. فبنشوف إن شاء الله باللعبة. اللعبة فيها عربي، في بعض العربي مفقع لاحظته، بس اللعبة لسه بالإيرلي أكسس، يمكن يعدونا بعدين. لا نكثر كلام فايز وخلونا ندخل باللعبة. أوكي طيب، لعبت توتوريال فهمت بعض الأشياء. طيب الحين يمدينا نلعب تحديات. ندوش التحديات فضائيين فيه أو لعب حر؟ خلنا نروح لعب حر. اوكي، اسم الشركة نسميها، ما يمديك تكتب بالعربي، هذا شيء تخيفه في اللعبة. شعار الشركة وش نحط؟ ماذا نضع شعار؟ أبي أحط غير نب. هذا دينا نبدأ بسنة آخر شيء 60. إيه توقعت نوصل لـ2000 بس لآخر شيء 60، لأن اللعبة لسه بالإيرلي أكسس. أحسوا قاعدين يعدلون شوي. خلاص نبدأ بثمانينات مرة. تم فتح شكل سوف هذا إفلاس، ما نبغى نفلس، ما أدري شو. اختار مدينة. والله ما أدري، خلي نفس مدينة، ما راح نغير شيء. ألو؟ تبين ندز مساحة صغيرة بدون توسيع؟ ما إيش تحديات لعبة؟ هذه مساحة. طيب أبغى مساحة حجم متوسط اسمع لعبي بثان عن مو متوازن بفضل خلفية سرعتها. طيب لا ابغى مكان لان لعبت هذاك. بس ينطق شركة يا ابغى مكان مرة واسع. طيب تصير ما يجعل اللعب متوازن بشكل اسمه في الارض. اوكي لا، شيكاغو نوت بناخذ هذا. Let's go. تأكد yes. حلو بدينا. أول شيء وقف اللعبة، هذا أول شيء تسويه بكل لعبة، توقف اللعبة. طيب هذا المصنع حقنا مرة كبير. أوكي مرة كبير. بعد بلغت. أوكي لا مرة كبير. فايز قد توعدني. اوكي يا هذا مرة كبير بس مو مشكلة. حلو اوكي، البوابة الرئيسية هنا المبنى هذا. طيب خلنا كذا. المبنى هذا بنسوي شيء ما ادري. طيب الاشياء هذه اول شيء بدك تكسرها تبيعها. بس كيف كذا تبيع الاشياء هذه لان ما نحتاج فلوسنا هنا من 9000. بس بيفتح شركة بمام على 9000 دينيو يكسر هذا. لا طيب اول شي نسويه نجي هنا نبدأ اصنع المبنى حق قبل في هذا وش كده. المصنع حق السيارات. المصنع اكيد ما راح يكون عند البوابة، المفروض عند البوابة بس لا ما بقى يكون عند البوابة. لاني شفت شي هنا ما ادري شو هذا. فالمصنع بيكون نخليه يمين شوي هنا. حلو لا مثلا هذه البوابة بيكون مثلا بخلي المصنع هنا. هذا مصنع السيارات. حلو يا توقع كذا مرة حلو. في باب نخلي الباب هنا. حلو وبعدين بيكون في محطة حقت اللي يصنعون فيها السيارات بتكون
احتاج بعدين اكثر من وحده، بس حاليا بخليها هنا. اوكي حلو. وبيكون في بوابه، لازم بوابه تكون هنا، وخط السير يكون هنا يطلع البوابه. حلو حلو. هذا السير او المصل على المكان اللي تسوي فيه السياره بعدين تطلع، سهل حلو، كل شيء ايزي كل شيء ايزي. بعدين نحتاج منطقه تخزين مثلا هنا. اوكي فهذا وش منطقه التخزين هذه؟ هذه المنطقه التخزين حقت المواد حقت السياره، قطع السياره يجيبونها هنا من المنطقه هذه، يخزنونها هنا ويجيبونها هنا، فافضل شيء تكون قريبه عند السياره. كفي كذا فلوسك في الطريق روحن. وهنا المواقف اذا طلعت السياره وين يوقفونها؟ فانا خليت مساحه هنا ليش؟ عشان هنا يكون المواقف حقت السياره. ليش ما يمديني احط بالزاويه؟ لازم هنا. اوكي حاليا ما احتاج كبيره، هلا كذا. كم سياره يمديني نشيل؟ غير اتجاهها بس شوي، 1 2 3. حاليا ما راح يتعبى كل هذا، ما راح نعبيهم كلهم، بس مستقبلا بيكون يمدينا كذا. تمام حلو، عندنا مصنع يصنعون السياره تطلع يوقفونها هنا، ممتاز ممتاز. الحين نحتاج مبنى ثاني. خلنا نقول المبنى هذا، البوابة هنا بيكون المبنى، خلنا نخليه هنا مبنى صغير. حلو يكون بابا هنا. أوكي. المبنى هذا وشو؟ هذا المبنى حق اللي يجي واحد بيشتري سيارة، حق الشركات تيجي بيشتري لها سيارة يجي عندنا في المبنى هذا. بس سلمك والله المبنى يحتاج إلى أشياء، أو مكان يعرضون فيه السيارة، أو مجسم سيارة زي حق الوكالات اللي يعرض سيارته. خلنا نقول مثلا خلك كذا، بيكون في المكتب، مكتب أبخلي ورا أفضل ورا صح كذا عشان يدخل وبعدين يشوف السيارة هنا عروضة. حلو يبدأنا نحط بعدين أكثر من سيارة، صار عندنا سيارات أكثر يبدأنا نحط. ممتاز ممتاز. شيء ثاني الحين نبغى لا كيف أجيب موظفين؟ نسيت هنا ما عندنا أي موظفين. نحتاج ميكانيكي، هذا أهم شيء عشان نسوي سيارة. نحتاج على الأقل 2 3، بس لازم ننتبه فلوس لأن معنا 6000. هذا ياخذ بالأسبوع ياخذون 19 دولار. هذه قوة الموظف يعني ميزته 3، كل ما صار أعلى كل ما صار أفضل. أقل واحد عندنا رقم 1 ياخذ 6 دولار بالأسبوع. فبصراحة احنا مطفرين، فخلنا ناخذ متوسط. شوف الاثنين ناخذ 2 عاملين. حلو اوكي. هذا عمال اللي ينقلون البضاعات، ينقلون الاشياء هذه، ينقلون يحطون بالمخزون. نحتاج اقل شيء بعد 2 فما يفرقون. فخلنا ناخذ بس يكون سرعتهم. ناخذ بعد هذا وهذا، خير الأمور أوسطها. طيب الحين نبغى واحد للبائع. البائع مفروض يكون أفضل واحد لأنه هو اللي بيقعد يتكلم يسولف مع العملاء يبيع لهم ويشري لهم، فلازم يكون أفضل واحد. أفضل واحد كلهم زي بعض فايز. 3 3 3. هيك بعدين تحط تعديلات ما أدري الشي هذه. تعال أنت. حلو طيب خلصنا كذا تقريبا، بس نحتاج مبنى ثاني اللي بيكون مبنى عادي. خلنا نقول مثلا والله ترتيبي انا هذا قهرني المبنى ما يمديني اشيله. خلنا نحط هنا مبنى صغير. اوكي كذا المبنى هذا بيكون حق الابحاث، يعني نبحث عن سيارات جديدة، تصميم سيارة جديدة،
الباب هنا، فبيكون هذا المبنى حق الأبحاث. حلو، نجي هنا منطقة البحث بتكون كذا، أوكي، بيكون فيها المكتب. المكتب هذا حق الرسم، يرسم السيارة كيف يكون شكلها، كيف يكون تصميمها، فبيكون هنا المكتب. وعنده النموذج حق السيارة يكون هنا. يمديني حركه بعدين، يمديك تحركه فايز. حلو، الحين نحتاج موظف ابحاث. اثنين 13 جيب هذا. حلو كذا تمام. صدق هذا نحتاج اثنين منه. ليش اثنين؟ ان في واحد يتعب يجي الثاني بداله، فمره مهم اثنين حق حتى الابحاث. نحتاج يمكن اثنين او ثلاث عشان يصير البحث سريع. صح فلوسنا بتروح لكن ما علينا. كذا وضعنا الحين المصنع متكامل. حلو، الحين نجي عند الابحاث. اول سياره انسي مي سياره بعد سيكل يعتبر، بس هذه اول شيء نصنع. سعه المحرك 1، الاسطوانات 1، قوه المحرك 0.6، 16 سرعة القصوى، 16 كيلو تمشي، الكتلة 650، حجمها اوكي، متجول للغرض رفاهية، صناعة 85. حلو، يمدينا نعطيها اسم، خلنا نسميها سيكل. يمدينا اكتب عربي. دقيقة اوكي، كتبنا سيكل. هذه اول سيارة سميناها سيكل. تشبه سيكل نوعا ما. حلو، ويكاد هذه اول سيارة. في سيارة ثانية لانه صار اخر شيء. حلو، الحين عندنا السيكل يشتغلون عليه. الحين اللهم كلا نشغل اللعبة عشان يجون الموظفين يجيبون الاشياء. المفروض يجون بسرعة، المفروض يجون بسرعة ويحطون الاشياء هنا. هنا نحدد يصنعون السيارة السيكل. هذه الموارد اللي يحتاجونها، شاسية يعني الشاصي، اوكي، تعليق، التوجيه، المحرك، الكهرباء، الوقود، الاشياء اللي تحتاجها السيارة. مستقبلا اتوقع عندك تغيرهم، تضغط على شيء تغيره، ترقي، تخليه اقوى، اضعف. فحاليا نقول له اشتغلوا على السيكل انتاج. اوكي، المفروض كذا انتاج، يعني كذا انتاج. شباب طلب، لازم نطلب الأشياء اللي تحتاج السيارة. وضع الطلب، أوكي. طيب ننتظر الحين يجيبون الموارد. وين الموظفين؟ أنا كأني شفت المدخل. وين؟ أوكي، هذول الموظفين. حلو، وين الباب هنا يا شباب؟ وين رايحين؟ إيش قاعد تسوون؟ يا قاعد يعني في مكان هنا وفي مكان هنا، ما لقيتوا المكان هذا؟ اوكي حلو، بدأوا يجيبون الموارد، ممتاز. أو شيء يجيبون الموارد، قطع السيارة يحطونها بالمخزن بعدين يشتغلون. اوكي، حط الشاصي. اوكي، هذا الميكانيكي بدأ يشتغل. صح، هذا الميكانيكي، يا الميكانيكي يمديني ازود راتبه وانقص راتبه واعطيه استراحة واعطيه وافصلة، يمديني اسوي اشياء كثيرة. حلو، ركب الشاصي والحين ركب الاشياء الثانية. انا تو لاحظ اني مره خليت قاعد افكر مستقبلا، بس خليته مره كبير، مره كبير المبنى. يعني الحين المبنى هذا متى نستخدمه؟ الله اعلم، راح نستخدمه. قاعدين نخسر فلوس، هذا وش استهلاك طاقه الانتاج. حلو، هنا عندنا الشهر، هنا السنه، والساعه اللي تعتبر الايام. يعني احنا الحين بالشهر الاول من سنه 85. اوكي، هذول بدأوا يدرسون سيارة، تشوفون تعلمونها. اوكي، مرض راح تطلع التصميم بعدين اذا تعلموها. غير معروف تير 2، يمدينا نطور هذه تير 2، يبحثون عنها. فبقول هو ياس، يحتاج 2000 نقطة. حدد يس، اللي هي تير 2 اللي تعتبر هنا، خلنا نتعلمها بعدين نروح. لا، هذا تير 2. طيب هذه وش هي؟ ثانية، دقيقة، يعني يمكن هذه الثانية.
يعني وقت لا تعلموا هذه يا بعدين روح تيرتو خلونا بالترتيب نمشي. اوكي مش صار على السيارة او السيكل معليش ما انتج لا اتوقع كل شهر ننتج سيارة واحدة او سيكل واحد. مستقبلا بيكون عندنا روبوتات بيكون عندنا شغل اسرع. الموظف اللي هنا وين راح؟ وشو هذا اللي ينقل الاشياء؟ هذا البائع. تعال هنا مكتبك رو تجي هنا يا حدد هذا صح. هذا عرض يعتبر للسيارة. خلنا نقول سعرها يمدينا نزود سعرها الحين سعرها 275 275 دولار تعتبر ترى ثمين يعني بأيام الثمانينات مرة غالية. أدري كيف أشرحها بس 70% سعرها خلنا نرفعها نخليه 300 أوكي 90% أوكي. عندنا السيكل للبيع حلو. طيب الحين مفروض يجونا عملاء يطلبون السيارة. تعالوا بسرعة بليز درع اللعبة. يمدينا ناخذ قرض ما احتاج الحين معنا 4000 شركة وش كبرى مع 4000 يا عم كأنه خلص. لا بحسه بدي يخلص يا باقي له شو بس ليش الكفر هذه هنا او هذا مو كفر يعتبر هذا زي الماكينه. اوكي خلص حلو هذا اول انتاج عندنا خلص اول سيكل خلص. يبي يطلعونها الحين يمشي على السير بعدين توقف بالمواقف هنا. جابوا السير الثاني او السيكل الثاني بيقعدون ينتجون اكثر من وحده لان اقول له وقفوا فانا ما راح اخليهم يوقفون لان ما عندنا الا هي فخلوا يصنعون. طيب ما جانا اي عميل يحتاج يعني بشهر سوينا سيكل. او ماي جاد شوف هذا كيف شايل عينك انت كنت يحط واحد ثالث ينقل. اوكي هذا سكلنا هنا تمديك تسوي زوم اكثر كمان اقرب من كذا عايز هذا اقرب شيء خلاص. اوكي ابي اوقفها بالموقف هذا. هذه سيارات 85 زي كذا حلو. الحين بتوقف هنا لمتى؟ لين يجي يصير عندنا زبون يبغى السيارة. حاليا ما جاء اي زبون. العملاء صفر سيارات عندنا واحد بائعين عندنا اثنين يبيعون الاشياء المكتب عندنا واحد. انا حطيت اثنين ليش؟ عشان لو واحد لانه يتعبون يجي يحط الثاني. هل البيع يعتبر سعره غالي شوي؟ عشان كذا ما حد جاء. بنتظر شوي بنتظر ما راح نقص سعرها بنتظر شوي. اوكي هذا باقي شوي يخلصون شوفون العداد اللي فوق معناته شوي يخلصون. بحث سووا السيكل ابو 4 كفرات والله تمام. انت كيف الانتاج الاول للحين ما خلص الاول بس باقي الثاني. عندنا الحين سيارة معروضة للبيع ما والله ما جا ولا عميل بس سعرها مرة غالي. السعر حسه مرة غالي ننقص شوي 85% 99 كمان. هذول خلصوا حلو طلعت علامة كذا معناته خلصوا. اكتشفنا مخطط سيارة جديدة اقوى من هذيك F2 حلو يعني اثنين سرندر مو مشكلة. قوتها حلوة بدنا نعطيها اسم عشوائي او نختار لها اسم نسميها
هذا احسن اسم، تسميها عربه، انا زي العربه حقت الحصان. طيب عندنا عربه. طيب انتوا الحين باكو تشتغلون على هذه تير 2، كملوا عليه. بس يمديك ترى تصنعها العرب، انا عارف يمدينا نصنعها الحين، يمدينا نصنعها، نسوي الخط انتاج نربطه مع الانتاج هذا. احنا ما بعنا هذه عشان نسوي العربة. اسرع اللعبة شوي، يمكن يجون زباين. قريب معنا الشعبية حقت سيارة مرتفعة، في طلب عليها. ما حطيت اعلان، دقيقة، انا ما حطيت اعلان. اوه ماي جاد، افعي لازم نحط اعلان. اوكي يمدينا، يا الحين المفروض يجون. ها ترى عندنا سيارة، كمان كمان صنع اعلان. اخيرا جانا اول زبون، ممتاز صح. يا هذا العميل عمره سعادته 35، مو مرة يحتاج سيارة سيكل، ينتظر. يمدينا يعطيه قهوة بدولار. الموظف، الموظف وينه يا موظف؟ يستهبل الموظف، وينه؟ بدري امشي بسرعة. جانا عميل ثاني صح؟ يس عميل ثاني. اوكي بدأ يجون العملاء، بس الموظف رايح عند يسولف هنا. اوكي عميل ثالث، يا حطينا اعلان، جونا عملاء. مفروض بحط اعلان الحين لان عندنا سيارتين تقريبا صح؟ يا سيارتين ثلاثة بالطريق، ثلاث سيارات. حلو، او ثلاث سياكل مو سيارات، سيكل كمان. اشير سرعة، سولف معه. والله ودي بسيارة، اتفقنا عاد اعطانا الفلوس، شفتوا اللي طلع بالاخضر فلوس، زاد فلوسنا. الحين يروح يستلم سيارته. في واحد ثاني، لا تروح خلك بالمكتب. هاي شعبة سيارة نزلت، شوفوا هذا صبر عنده، والله زاد صبر شوي لانه قاعد ينتظر. ايش الكلام اللي هنا مضروب؟ بيجي بياخذ هذه او هذه، والله ما ادري. اوكي هذه خلصت، أبى أسوي مشروع سيارة ثانية، هذيك العربة. أنا أسرع. أوكي خذها، خذ خلاص صارت هذي باسمه، لا يدعم فيها. مبروك مبروك. هذي يجي أخذ ثانية، خلاص يطلعوا. ممتاز كذا نقعد نبيع السيارات. الحين 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 وش بسوي؟ هذا مو الحين بدري، بسوي نقطة ثانية. أبى أخليها هنا نقطة إنتاج. أوكي بحط لها، يمديني أشبكها مع بوابة هذي. أفضل أحط الحال، عايز أحطهم مع بعض. لا 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 خليها الحال، بوابتها جميل بالنص. بجرب، بنجرب مثلا باخذها من هنا. بدنا اربطه، اذا تغرب اتوقع لازم بوابة. يعني قبل شوي بالتوتوريال قالوا لك يمديك تربطهم، جمهور الحين لازم تتعلم. طيب خلاص جيب جيب بوابة، حطها هنا، جيب هذا، خربت. هل يمديني أحرك هذي؟ أحرك هذي، كيف ألغيها؟ دور
اوكي شباب لا تستهبل. تدمير خسرنا ما ادري كم، بس مو مشكله اهم شيء بخليه بالضبط. تاكد كده يس حلو. في طريق اني اشبكهم مع بعض بس ما ادري كيف. حلو هنا بيكون عندنا انتاج السياره هذيك او العربه. لا 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 خلاص 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 كنسل كنسل يا الحبيب كنسل. اوكي نجي هنا نختار هذا. حلو الحين هذه تبغى قطع، قطعها مين يختلف عن القطع هذه، عشان كذا انت مره كبرت هذا، المفروض ما تخليه مره كبير. مشكله مو مشكله، يمدينا نحط لها استودع خاص. اوكي صقرت هذا، الحين بنحط هنا ثاني. ادخل كبير ما يحتاج فايز كبير، يا ما اتوقع يحتاج كبير. حط فيه مثلا كذا. اوكي اربع الاشياء هذه اللي هنا المصنع هذا بيكون. لا 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 خلاص خلاص كنسل تعال هنا، بعدين تضغط عليه انشو اوامر حقت هذه. راح اتوقع يا حقت السيارة هذه ضع الطلب. حلو ممتاز. الحين المفروض نصنع السيارة الثانية او العربة، مي سيارة ثانية تعتبر العربة. هنا حط هنا بكم مستودعات. في طريقة نجرب بعدين، بحط مثلا مصنع هنا سيارة اربط مع هذه، بحاول اسوي. طيب باقي عندنا سيكل واحد، في عميل في لا ما في عميل. كيف فلوسنا بتلاحظون ان ما يزودن، بس حبة حبة ان شاء الله يزودن. فرع اللعبة. اوكي جاء عميل اعطانا فلوس ممتاز، اخذ سيارة او سيكل. زادت فلوسنا هذه للحين ما اشتغلوا عليها. يبغالنا موظفين، يبغالي ميكانيكي. يب هذا لونه خايس بس مو مشكلة. نبغى حقين الينقلون بعد عشان ننقلون اشياء اكثر. ليش ما يمديني؟ لازم تعلم البحث في شجرة حقت هنا. يس هنا يخليك تزيب يخليك تجيب موظفين اكثر. مبيعات تسليم انا ابغى هذه عشان نجيب موظفين اكثر. حلو اخذتها ورقيتها على طول، خسرنا مدري كم 2000 تقريبا، بس مو مشكلة الحين بدينا نجيب موظفين اكثر. امن ديكورات موظفين. طيب تعال حقنا قلنا نبغى ثلاثة ينقلون، اي ثلاثة اتوقع كفاية، البايع واحد كفاية، الباحثين ثلاثة كفاية. اشتغلوا. ما خلصوا. شو السيارة هذه؟ اوكي اشتغلوا على سيارة غريبة. هذه تير 2 صح؟ يا تير 2 يشتغلون عليها. اوكي خلوا يشتغلوا. طيب ما عندنا عملاء صح؟ لا لان ما عندنا سيارات زي السيارات. اطلع بسرعة. مستقبلا يكون فيه روبوتات تكون شغل مرة سريع. الحين كل احنا تقريبا كل شهر طلع سيارة او سيارتين فقط. الحين بشهر خمسة كم سيارة تطلع؟ واحدة. هذا الحين ما اشتغلوا عليه ما ادري ليش. يا شباب اشتغلوا هنا يرحم والديكم. ما شغلت فايز، ما شغلت بدء الانتاج. لازم تضغط بدء الانتاج. يا اخي انسى الحركة هذي. اوكي بدأوا يشتغلون عليها.
دخلنا شهر 6 بشوف نوصل 7 ولا تخلص هذه قبل. كمان اوكي ب 6 خلصت هذه، شهر ونص تقريبا. اللعبة قاعد بتاخذ شهر كامل، بيجي 7. والله فلوسنا راحت، بس ان شاء الله هذه تجيب لنا فلوس صح. بس لازم احط سعرها. حطنا له سعر، انا تنتظر تخلص او تصدق نيجي الحين. لا مو هنا، هنا نقول حط السيارة الثانية. ما خلصت للحين، لما تخلص ديني حط. كيف حط بيم بيم حق المبيعات؟ لا كيف كنت احطه نسيت. هنا اوكي، نحط مثلا سيارة ثانية، مجسم السيارة الثانية نحطه مثلا هنا. وصول حد الادنى من الوقت منطقة. طيب كيف ازيد استهبل؟ ما يمديني احطها لوحدها، كيف ارقي هذا؟ لازم تعلم البحث هذا كمية. Let's go. Okay. الحين مفروض يمديني احط السيارة هذه. مبيعات استهبل، لازم تتعلمه، لازم تتعلمون البحث. باقي شوي دخلنا شهر 7، هذه ما خلصت يعني لها شهر واكثر، اكثر من شهر عشان تسوون بس عربة. كمان جاب هذه حلو. واكتشفوا تير 2 من السيارة العربة هذيك او سيكا. بدينا نعطيها اسم، ايش نعطيها؟ رون؟ يا ليش لا تا. طيب هذه خلصت تير 2، هذه فيها تير 2 ما اتوقع. بندخل شهر 8 يعني شهرين وهذه ما خلصت. كمان يا شباب لازم نزود السرعة حقت عملهم، يعني خلصوا ثنتين من هذه وهذه ما خلصت. يا هذه مرة تطول، شوف هذه بيخلصون الثالثة الحين. شوف خلصوا هذه لسه. كيف بدون جاء عميل اخذ الثانية حلو. خلصوها صح؟ خلصت. بقى شيء يا شباب، هل هذه خلصت ولا لا؟ لا باقي كل شيء. خلصت اخيرا 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 اخيرا. طيب خلونا نجي هنا. لا قبل هنا، هذول ما عنده شغل. في سيارتين تير 3 ولا هذه؟ تعلموا هذه بعدين نروح تير 3. هنا انت عدد هذه، يا خلي السيكل، اللي يبغى سيكل عندنا سيكل، بس اللي يبغى هذه بعد. كم سعرها؟ 100 سعرها حلو. ارفع السعر حلو. نحط لها اعلان. اعلى بس بيخسرك كم عشان نربح، نربح زباين. طيب عندنا هذه وقفوها، سيكل ثاني راح اخذ، يعني عندنا طلبية رهيبة على السيكل، بسرعة تروح هذا السيكل حلو. اعطانا 600 وشوي، ممتاز ممتاز. دينا نجي هنا، لا شجرة الابحاث. نختار، ابغى شيء يسرع العمال.
قطعت عشان خطوط تجميع تخص يا هذه عشان تجمعهم مع بعض. هذه حلوة. هذا وضعنا تمام. وقت انتظار. يعني في شيء يخليهم أسرع. عطني هذه، هذه حلوة. ورشة تفكيك السيارات، ليش تفكيك ما أدري. كهرباء المدينة، متطور شركة المدينة. في أشياء كثيرة. في أشياء كثيرة يمدينا نسويها. بس بنوقف هنا. وإذا تبغون نكمل، اكتبوا لي فايز كمل باللعبة هذه. وحطوا لايكات. حطوا لايكات مرة كثيرة عشان أعرف إن اللعبة عجبتكم. ونزل الحلقة الثانية. بس ونشوفكم في حلقة ثانية. وكيف الكفرات تلف. مع السلامة.